خير وأهلا بحضراتكم في أول حلقة من برنامج صوت الناس بعد عيد الفطر وشهر رمضان المبارك. كل سنة ومصر كلها بكل خير ودايما في أمن وأمان وفي أحسن حال يا رب إن شاء الله، وكل سنة وجميع المصريين بخير وسعادة. بنفكركم إن صوت الناس هو برنامجكم اللي بنسمع فيه مشاكلكم، وبنحاول طبعا إن احنا نلاقي حلول ليها، وكمان بنستضيف فيه مسؤولين يقدروا يسمعوا الناس مباشرة ويساعدوهم في حل مشاكلهم. خلال الفترة اللي جاية كمان هنكمل معاكم وهنكون صوتكم صوت الناس، هنتبنى مبادرة لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل، وهنركز أكتر على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وزي ما أنتم عارفين طرق التواصل مع البرنامج الاتصال على رقم 1415 أو إرسال رسالة نصية على نفس الرقم أو التواصل على صفحة البرنامج على الفيسبوك. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن حدث مهم جدا حصل في مصر لأول مرة من 12 سنة. الحدث ده هيكون ليه مردود إيجابي جدا على كل عامل مصري. امبارح انتهت أول انتخابات عمالية في مصر من 12 سنة وأجريت على 3 مراحل. هيكون معانا النهاردة في الحلقة النائب محمد وهب الله اللي فاز النهاردة بس يمكن من ساعات قليلة جدا بمنصب الأمين العام لاتحاد عمال مصر، هو نفس المنصب اللي كان بيشغله من قبل واللي أعيد انتخابه فيه رئيسا للنقابة العامة للتجارة، وهو أيضا وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. لكن قبل اللقاء المهم ده هنستعرض مع حضراتكم أهم الأخبار النهاردة. هنبدأ بخبر مهم جدا. النهاردة نشرت وزارة الداخلية تسجيلات بالصوت والصورة تتضمن اعترافات لعناصر حركة حسم الإخوانية المتورطين في محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن اسكندرية السابق واللي بيشغل حاليا منصب مساعد وزير الداخلية للنقل والمواصلات. أضافت الداخلية في بيان لها أنها تأكدت من تورط بؤرة من عناصر ما يسمى حركة حسم، دي الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، حركة دي هي اللي نفذت الحادث. والبيان أكد أنه نجحت الجهود الأمنية في مداهمة وقر اختبائهم بمحافظة البحيرة والتعامل معهم. تعالوا نشوف الاعترافات ونرجع تاني مع حضراتكم. العنف سلوكهم والاغتيالات منهجهم، يوما تلو الآخر يكرسون لهذه الحقيقة، ويوما تلو الآخر تستمر الجهود المضنية لوزارة الداخلية من أجل دحر الإرهاب. واستكمالا لجهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق في 24 من مارس عام 2018، والتي أثبتت تورط بؤرة من عناصر ما تسمى حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية في الحادث، ونجاح الجهود الأمنية في مداهمة وكر اختبائهم بالبحيرة والتعامل معهم، ما أسفر عن مصرع عدد 6 منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة. الخطة الأمنية حددت أحد العناصر المنفذة. أنا اسمي معتز مصطفى حسن كامل واسمي الحركي عز، من محافظة اسكندرية وطالب في كلية الهندسة. انضميت لجماعة الإخوان المسلمين بعد 2011، وشاركت في كل الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة. بعد 2013 30/6/2013 شاركت في كل المسيرات والمظاهرات اللي نظمتها جماعة الإخوان، وكنت من ضمن فرق التأمين اللي بتأمن المظاهرات لما تحاول قوات الأمن ان هي تفضها، وكنا بنستخدم الخرطوش والمولوتوف. في بداية 2016 كلفني الإخواني عبد الله يوسف محمد بالانضمام لحركة اسمها حسم، دي حركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت قادة الإخوان شافت إن المسيرات والمظاهرات ما بقاش لها تأثير وجدوى، ولازم إن هي تعمل عمليات قوية ضد منشآت الدولة. ربطني بشخص اسمه الحركي جاك، كان جاك بيبعت لي ملفات بتتكلم عن كيفية التشفير والتأصيل الشرعي للجهات وكيفية العمل الأمني. استمر الموضوع دوت لمدة 4 شهور تقريبا، بعد كده وزعني على مجاميع الرصد وربطني بشخص اسمه الحركي جيمس. طلب مني جيمس اني احدد الاماكن والاهداف الهامة في مدينة اسكندرية. بعد كده كلفني بالسفر لاحدى الدول بالخارج للالتحاق باحد معسكرات التدريب. اتدربت في المعسكرات ديت على الشغل الامني والتكتيكات العسكرية،
والتعرف على المتفجرات. بعد شهرين رجعت واستكملت العمل اللي انا كنت مكلف بيه بالرصد. في بداية 2018 كلفني جيمس اني احدث الملف بتاع موكب مدير امن اسكندرية، وربطني بشخص اسمه الحركي ايوب، وفهمني انه هيكون هو المسؤول عن تلبية اي حاجة انا هحتاجها اثناء ما انا شغال. طلب مني ايوب اني اصور ركاب مدير امن اسكندرية، وبالفعل صورته ورفعت التقرير لجيمس. استلمت عن طريق الحركي ايوب عربية متسوبيشي لانسر فضي، وخليت العربية ديت قريبة من البيت عندي لمدة من الوقت قبل التنفيذ، لان هي ما كانتش لسه اتجهزت. بعد مدة كلمني ايوب وقال لي كلفني اني اسيب العربية في مكان معين علشان تتجهز يتحط فيها العبوة المتفجرة. بعد كده خلاني اروح استلم العربية ديت من نفس المكان. اخدت العربية ورحت حطيتها في مكان التنفيذ شارع المعسكر الروماني، وكنت وانا بركنها لابس باروكة وشنب علشان كاميرات المراقبة ما تقدرش انها تتعرف عليا وكده. وكان ربطني بشخصين على برنامج التليجرام، واحد اسمه الحركي باسم والتاني اسمه الحركي عمر. كنت قابلت باسم قبل التنفيذ وسلمته الريموت اللي هيفجر بيه العربية، وعمر عرف المكان اللي هو هيكون واقف فيه علشان يبلغ باسم لما يعدي موكب مدير الامن علشان يستعد للتنفيذ. في يوم 24 مارس انفجرت العربية اثناء مرور موكب مدير امن اسكندرية من جنبها، ومات اتنين من الحرس بتوعه. بعد كده كلفني ايوب اني اروح الجيزة اقعد هناك فترة من الوقت في منطقة المنيب. بعد كده لما رجعت اتمسكت ومعايا طبنجة سي زد والطلقات بتاعتها واتنين صاعق وكمية من المواد اللي بتستخدم في التصنيع. كما اسفرت عمليات البحث وتتبع باقي عناصر البؤرة عن اتخاذهم وكرا بمحافظة اسيوط، وبمداهمته جرى تبادل اطلاق الاعيرة النارية، ما اسفر عن مصرع اربعة عناصر بحوزتهم بندقيتان آليتان وطبنجتان وعبوة ناسفة. كما نجحت الجهود في ضبط القيادي الإخواني بحركة حسم. أنا اسمي باسم محمد إبراهيم جاد الحركي محمود من محافظة كفر الشيخ، شغال سواق. انضمت للإخوان سنة 2006، شاركت في جميع المظاهرات وأعمال العنف اللي حصلت في مركز متوبس. في 2016 انضميت لحركة حسم، كنا بنستخدم عربيات في نقل عبوات متفجرة وأسلحة وعناصر لأماكن مختلفة. كلفت بعد كده بمسؤولية النقل في 5 محافظات، اسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية، عن طريق مسؤولي الحركي شهدي. اداني صورة بطاقة مرات أحمد عبد العظيم الدمليجي علشان أشتري بيها عربية لانسر. اشتريت العربية، وبعد كده خدت العربية نقلت بيها عبوات متفجرة من الجيزة إلى اسكندرية، وسلمت العربية في اسكندرية بالعبوات. بعد كده عرفت ان التنظيم استخدمها في تفجير مدير امن اسكندرية. وتباشر نيابة امن الدولة العليا التحقيقات والجهود لا تتوقف لضبط باقي عناصر البؤرة. تابعنا الاعترافات اللي قبضوا عليها وزارة الداخلية للمتهمين، وشفنا قد ايه هم كانوا قعدوا فترة طويلة جدا يتدربوا ويسافروا ويروحوا ويعملوا تنسيقات مع بعض، وكل ده طبعا تمويل، وانتوا عارفين مصدر التمويل ده جاي ازاي. لكن اللي انا عايز اتكلم فيه انه القوة الغاشمة اللي هم بيبقوا عايزين ان هم يعملوها او يهددوها او ينفذوا تهديدات دي مش بتأثر فينا، ومش بتأثر طبعا في عقيدة الجيش والشرطة. والحمد لله انه الحركة اللي هم قاموا بيها او العملية اللي قاموا بيها ما نجحتش وفشلت، وكمان تم القبض عليهم. علشان نعرف تفاصيل اكتر عن هذه الاعترافات معانا سيادة اللواء مجدي البسيوني الخبير الامني. مساء الخير يا سيادة اللواء. اهلا استاذ نيفين، اهلا بحضرتك. حضرتك تابعت الاعترافات النهاردة، شايفها ازاي وتقييمك ليها ايه؟ شوف، انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. انا بسمع الاعترافات وبمنتهى السعادة حقيقة، وبشكر القناة وبشكر الاعداد والتحرير ان هم بثوا هذه الاعترافات، واتمنى
من جميع وسائل الإعلام أن تكون اعترافات من يتم ضبطهم بالتنسيق مع الداخلية والتنسيق مع النيابة العامة بتأمن الدولة، لأن تكون على التوالي دايما. أنا طلعت بإيه من الاعترافات؟ أطلع بيها إيه؟ تديني كام رسالة يا أستاذ؟ واحد، أين الأب والأم من الابن ده اللي اعترف وقال رحت الحتة الفلانية ورحت وسافرت برا واتدربت وهو إلى آخره؟ أين ده؟ كان سؤال لازم يوجه ليهم. هل كان أهلك يعرفهم؟ إن كانوا يعرفهم يبقى الأهل هنا متهمين بالاشتراك قولا واحدا. إما كانوش يعرفهم تبقى هنا توعية لكل أب وأم، تابعوا تحركات ولادكم. دول شباب جامعات، ودي أقرب خلية اتضبطت من أيام خلية جامعات دمنهور. كلهم طلبة وكلية هندسة وكلية طب. ليه؟ بدأت بإيه؟ شوفي زي ما قالوا كده، بدأت بالاشتراك في المظاهرات. حتة التسخين. وبعدين الرسالة الثانية للمواطن أنك أنت لازم تشعر بالأمن والأمان وكل الثقة في الشرطة بتاعتك، مهما يحاولوا يهدموها، مهما يحاولوا يشوشروا عليها. ليه؟ قوتها جات من ايه؟ شوف كده، اسمع الاعترافات وشوف هو نفسه بيتعامل مع كم اسم حركة. اسم الحركة باسم، اسم الحركة نور، اسم الحركة مش عارف ايه، اسم الحركة ايه، يعني خلايا عنقودية معتمة. هو نفس ده المتهم مش عارف يتعامل مع مين، وبتجيله التكلفات من مين. كون ان الشرطة تصل الى هذه الى هؤلاء المتهمين وتحديد اشخاصهم رغم التعتيم ده، قوه، ما فيش شك في هذا طبعا. حاجه ثانيه، الخليه دي اللي كان بيعترف، الحادثه في اسكندريه وبعدين اتظبطوا فين؟ في دمنهور. يعني اذا العين او كاميرات الداخليه واصله لغايه فين؟ من هنا الى هنا، وبعدين راح الجيزه. كمان رسالة تانية بيقول بأن أنا ركبت باروكة وشنب عشان أغير الكاميرات ما تلقفنيش. يبقى لما أنا يا أستاذة نيفين أقول أن الكاميرات تعمم في جميع الشوارع، يبقى الكاميرا اللي بتلقطها ومركب الباروكة والشنب هتيجي كاميرا بعدها إن شاء الله يكون في 10 شارع وهو بيخلعها، يخلع الباروكة، ما دي بيطلع في دي تبقى متابعة، هتكشفه، يبقى تأكدت منه. الاعترافات دي جميلة جدا ورسالة لكل من يحب يستوعبها ويتفهمها وياريت تتكرر. انا بقول بان لا حسم ولا لواء الثورة ولا الكلام ده كله يغيرهم زي ما عايزين يغيرهم، الكورة جوان زي ما بيقولهم. احنا المهم النهاردة عايشين في ايه وعايشين في امان ازاي، واحتفالنا في مناسبات وفي اعياد وبنسهر وبنتحرك بمنتهى الحرية ومنتهى الأمان. وهل الضربات القوية اللي بتوجهها الداخلية لمثل هذه الخلايا العنقودية بتعتبر يعني جرس إنذار ليهم أنه مش هتقدروا تعملوا حاجة تاني؟ خلاص إحنا هنجيبكوا هنجيبكوا في النهاية، مش هتقدروا تعملوا حاجة. رغم شوف أنا عايز أقول لحضرتك إيه، يعني لو المواطن يعرف التحديات، إن ده شوف بيسافر برة، شوفوا الترتيب يا جماعة، مش عصابة زي ما كنا بنتعامل مع عصابة سرقات سيارات أو سرقات مواشي ومحددين الأسماء، ومهما يروح هنا ولهنا ده تدريب على أعلى مستوى، تسليح على أعلى مستوى، شوف العربية شكلها إيه وهتتحط فين وإمكانيات وفلوس وتمويل ومساعدات خارجية. صحيح. يعني مش كانت الجماعة الإسلامية زمان يا أستاذ هنيفين في إرب التسعينات أو الثمانينات محدودة جوه هنا، مفيش غيرها، مفيش لا اتصال بالخارج ولا تدريب في الخارج ولا تمويل من الخارج ولا اجندات عدائيه ضد مصر فاحنا هنا في تحديات كبيره جدا. صحيح. ان تصل الشرطه برغم هذه التحديات ليهم وتحددهم وتقبض عليهم. والنهارده كمان في خليه محاله مش عارف 6 أو 8 للاوام للمفتي. يعني ما شاء الله. النهاية ايه؟ النهاية هنشوف مثلا العربية اللي اتفجرت بتاعت حادث مدير امن اسكندرية. طب هو انتوا النهاردة بتفجروا لانكم افلستم
مش صحيح. قادرين تواجهوا الرصاص بالاغتيال للشخص نفسه. التفجير هيصيبني ويصيب اللي ماشي ويصيب البريء ويصيب اللي في البيت ويخرب محلات. التفجير مش هينام من مدير امن اسكندريه بس المستهدف. شفتوا الخطوره والجبن بتاعهم؟ يبقى هنا بقى اخر حاجه اقولها ايه؟ طالما انت هتثق في الشرطه بتاعتك وطالما انت شايف كده اي معلومه مديها ما تبخلش باي ملاحظه اديها للشرطه. الواد هنا راح الجيزه او هربوه في الجيزه بعد الحادثه يا بتاع الجيزه، اما تلاقي عنصر غريب وشقق مفروشه ومش عارف ايه بلغ بسرعه. طبعا احنا بنقول الله ينور على جيش مصر اللي حمانا وشرطه مصر القويه والاعلام المتميز اللي يبث المسائل. احنا بنشكر حضرتك سيادة اللواء مجدي البسيوني الخبير الامني على وجودك النهاردة، وطبعا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنوجه رسالة شكر وتقدير لكل ضباطنا وعساكرنا وجنودنا اللي الحقيقة تعبانين وشقيانين وعارفين المخاطر اللي هم بيعيشوها، ولكن احنا عارفين ان هم كمان قدها وقدود وقدروا ان هم يوفروا لنا الامن والامان والحماية لينا والمصر ان شاء الله بإذن الله. هنروح لخبر تاني النهاردة الحقيقة متعلق بقطاع النقل. قطاع النقل من القطاعات المهمة جدا اللي بنطالب بقالنا فترة طويلة جدا ان احنا يكون نشهد فيها تغيير وتطور. النهاردة شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع بإجمالي تكلفة 544 مليون جنيه بين كل من وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سماف، وده بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع. قام بالتوقيع المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس عبد الرحمن حسين رئيس مصنع سماف. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم ان ملف تطوير السكك الحديدية من الملفات المهمة اللي اشتغلت عليها الحكومة، لان النهوض بالمنظومة دي مهم جدا في ظل طبعا ارتفاع الاسعار، لانها بتعتبر الوسيلة الاقل تكلفة شوية وبتربط مختلف المحافظات ببعضها وبتساهم في نقل أعداد كبيرة جدا من المواطنين والبضائع، ده بيدفع لحركة التجارة الداخلية للأمام. وزير النقل قال أنه التعاقد يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 800 عربة خاصة بالبضائع، وهتكون دي في الفترة القادمة. المرحلة الأولى 140 عربة، وده يهدف لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية. معانا مين على التليفون؟ أستاذ محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل. مساء الخير يا فندم. طيب التليفون انفصل، هنحاول ان احنا نرجع له تاني، لكن احنا ما زلنا برضو بنتاكد انه تطوير هذه المنظومه اكيد بيساهم، خصوصا زي ما قلنا انه الاسعار كتير، ناس كتيره جدا بتعتمد على القطارات ووسائل النقل في السكك الحديد لانها تتنقل من مكان لاخر لانها قليله التكلفه وكمان هتوصلهم للمكان اللي هم عايزين. رجع لنا استاذ محمد عز المتحدث باسم وزاره النقل. مساء الخير استاذ محمد. مبروك على الصفقة الجديدة، وكلمنا على خطة وزارة النقل لتطوير هذا القطاع الهام. أولا وزارة النقل اليوم قامت بتوقيع عقد 140 عربة سكة حديد بين السكة الحديد والهيئة العربية للتصنيع. شهد العقد دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئه العربيه للتصنيع لتوريد وتصنيع 140 عربه بتكلفه 544 مليون جنيه. الوزاره لديها خطه واضحه ولتعظيم دور نقل البضائع عبر السكك الحديديه لتخفيف الاعباء على الطرق وزياده عوائد السكه الحديد باستخدام تلك العوائد في تحسين الخدمة المقدمة للجمهور. نحن نهدف إلى أن يكون المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022 بإذن الله 25 مليون طن. لذا كان هذا التعاقد اليوم مرحلة أولى ونستكمله بإذن الله خلال الفترة المقبلة ليتم التعاقد على 800 عربة لنقل البضائع. ليس فقط العربات، ولكن أيضا تم التعاقد على 100 جرار سكة حديد مع جنرال إلكتريك الأمريكية لتوريد
هذه الجرارات لاستخدام بعضها في نقل البضائع لزيادة قوة الفر وزيادة المنقول من البضائع. أيضا هناك تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD للحصول على 100 جرار أخرى أيضا يستخدم بعضها لنقل البضائع عبر السكك الحديدية. لأن منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية سوف تساهم في زيادة عوائد السكك الحديدية لما يمكن استخدامه في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. احنا طبعا عارفين ان ده هيكون ليه مردود ايجابي جدا على حركة التجارة الداخلية وعلى الاقتصاد. نعم. طبعا نعم يا فندم، لان مع تقليل الدعم على البنزين وتعليل الدعم على المحروقات سوف يتم الاتجاه الى نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونقل النهري، مما يؤدي الى تخفيض تكلفة النقل وبالتالي مما يعود بالنفع على الاقتصاد وعلى المواطن المصري. طيب هل هيكون في زيادة في أسعار التذاكر في ظل التغيرات أو خطة وزارة النقل للتحديث؟ عايزين حضرتك تطمننا برضو. لا حديث عن مثل هذه الزيادات في هذا الوقت ولم يتم التطرق إليها مطلقا ولم نتطرق إلى مثل هذه الزيادات. نحن نركز حاليا في شيء واحد فقط في السكك الحديدية، هو تحسين الخدمة المقدمة للركاب، ولكن لا زيادات في الوقت الحالي للسكك الحديدية. طب الحمد لله، طمنتنا أستاذ محمد. احنا بنشكر حضرتك جدا أستاذ محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل، شكرا لوجودك معنا في صوت الناس. النهاردة قام اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بزيارة مفاجئة لمركز أبحاث أمراض الكبد بمدينة كفر الشيخ للإطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى وعشان يستمع كمان لاحتياجاتهم. الكلام ده كان بحضور المهندس علي عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب، والدكتور عصام هاني مدير مركز أبحاث أمراض الكبد. قرر محافظ كفر الشيخ إحالة 5 أطباء واثنين من التمريض وأربع إداريين بمركز أمراض الكبد إلى التحقيق لخروجهم من العمل بدون إذن قانوني، مشددا أنه تكثيف الحملات المرورية والرقابة على القطاع الطبي بالمحافظة ومحاسبة المقصرين. نروح لخبر من وزارة التموين، وزي ما تابعنا الفترة اللي فاتت ردود الأفعال على زيادة أسعار الوقود ومخاوف الناس اللي بتزيد من تأثير ده على زيادة الأسعار في كل حاجة وخصوصا أسعار السلع الغذائية، وعشان كده النهاردة وزارة التموين طلعت بيان رسمي على لسان الوزير علي مصلحي وزير التموين بتتعهد فيه بعدم زيادة أو تحريك أسعار السلع الغذائية بعد زيادة أسعار الوقود، وإن المنتجين والمستوردين وتجار الجملة التجزئة هم اللي بيتحملوا آثار تحريك أسعار الوقود على تكاليف النقل. وشدد الوزير على عدم تحصيل المستهلك أي زيادات في أسعار المنتج النهائي، وقدم الشكر لممثلي القطاعات المختلفة والقطاع الخاص للاطلاع بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لاستمرار عملية الإنتاج وفتح أفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة. احنا عايزين نقول نقطة مهمة قوي في الحكاية دي بصراحة، يعني انه بتحصل إشاعات كتيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بزيادة الأسعار من هنا وهنا، والخضر هيزيد، الفاكهة هيزيد، أسعار الوسائل المواصلات هتعلى، من غير ما يكون في دليل ملموس على هذه الأمور. الحقيقة أنه إحنا شاهدنا مثلا من كام يوم البوست الشهير اللي كان موجود على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بارتفاع مثلا فاتورة الكهرباء، وأنه بتوصل ل 8029 جنيه، والبوست ده تحديدا تم تداوله من قبل جميع مستخدمي الفيسبوك. هو البوست يعني فيه سخرية من الأسعار الزيادة، ولكن هو في نفس الوقت بيعمل حالة من البلبلة وسط الناس اللي هي ممكن تصدق فعلا ايه ده، هو فاتورة الكهرباء ممكن تجيلنا فعلا كده؟ في ناس ممكن تصدق الكلام ده، مش عارفين انه المغزى من وراه هو انه مش هنقول انها تدمير للروح المعنوية للشعب، ولكن على الاقل بتدينا طاقة سلبية ناحية اللي بيحصل في البلد، في حين انه في انجازات كبيرة جدا بتحصل على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى المشروعات القومية، واكيد مردودها هيبان الفترة اللي جاية، بس احنا نصبر شوية. نروح من وزارة التموين لوزارة الزراعة. النهاردة وافق مجلس إدارة مشروع تنمية الثروة الحيوانية إحياء مشروع البتلو على تمويل المشروع ب 53 مليون جنيه لشراء وتسمين 7017 ماشي. معانا الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على التليفون. مساء الخير دكتورة منى.
نور حضرتك والساده المشاهدين تحياتي. اهلا وسهلا بحضرتك. احياء مشروع البتلو انتظرناه كثيرا الحقيقه، والناس كانت بتتساءل هيبقى اخباره ايه، وهل هيوفر في توفير اللحوم للمواطنين، وهل هيساهم في تقليل اسعارها؟ الحقيقه مشروع البتلو احنا صارفين فيه لحد دلوقتي 317 مليون. واحنا النهارده يمكن احنا كنا متاخرين الفتره اللي فاتت، انما احنا النهارده اعتمد السيد الوزير المجلس وصرفنا 54 مليون، ودي الحقيقه مبلغ كبير زي ما حضرتك قلتي 7000 راس اديناهم لاكثر من 500 يعني مربي. والفكره ان احنا بنديها لصغار المربيين، يعني احنا كمان فكره ان احنا طبعا ان احنا نمنع هدر اللحمه ونربي البيتيلو اللي هو وزنه 100 كيلو ونوصله لفوق ال 400، دي نقطه مهمه جدا. لكن على الجانب الاخر ان بندي فرص لزياده دخل الاسر الاكثر احتياجا، وبنساعد المراه، ويمكن احنا 30% من اللي اخذوا القروض سيدات، واحنا بالحقيقه بناخد السيدات الاول وبعدين الشباب، لان احنا بندي فرص اكتر ليهم. بناخد اللي طالبين عدد اقل، لان ده برضو بيدي فرص لان دول اكتر احتياجا. انما المشروع طبعا كل ما بزود يعني كميات اللحوم المعروضه كل طبعا ما بيكون في سعر اقل للمواطن. يعني احنا نقدر نقول ان المشروع ليه زاويتين او هدفين، الهدف الاول هو توفير مصدر رزق للمراه مثلا والشباب وال يعني الفئات المحتاجة ان يبقى في مصدر رزق ليها، فده بيوفر لهم، وفي نفس الوقت كمان هيؤثر على المواطن بشكل ايجابي في تحريك اسعار اللحوم وانها تقل الفترة اللي جاية، صح كده؟ ده حقيقة، ده حقيقة. متوقع يا فندم انه المردود يبان امتى؟ يعني حضراتكم وزعتوا ال 7000 راس ماشية، احنا امتى هنشوفهم في السوق؟ احنا مش بنوزع طبعا رؤوس الماشيه، لكن هم الاهالي اللي بيشتروها واحنا بنتاكد من ان في مكان وتم شراء الماشيه وبيتم ترقيمها وتحصينها والتامين عليها، علشان احنا عايزين نحافظ على المواشي وفي نفس الوقت المربي ما يخسرش. احنا طبعا يعني من خبره حضرتك كده تتوقعي انها تنزل الاسواق او هتكون متوفره في الاسواق امتى؟ احنا عايزه اقول ان نتاج يعني تدوير القروض للبتلو يعني احنا هنسترد فلوسنا شهر 7 لاول الناس اللي اخذوا اول القروض، وده معناها ان هيبتدي ينزل الانتاج، وهو طبعا نزل الانتاج لان بيعتمد على السن والوزن. فاحنا طبعا ما اقدرش اقيس بمقاس هو يعني هينزل قد ايه او في وقت قد ايه، لان العروض بتبقى مختلفه في الاحجام وفي نزولها للسوق، لكن اكيد هياثر على السوق، لان احنا قبل كده كمان ادينا قروض لحوالي 23000 راس ماشيه. طيب احنا بنشكر حضرتك دكتوره، احنا بنستكمل يعني بنستكمل المشروع. احنا بنشكر حضرتك دكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه واستصلاح الاراضي على وجودك معانا في صوت الناس، واهو خبر مفرح في وسط الاخبار اللي احنا بنسمعها انه ان شاء الله باذن الله اسعار اللحوم هتنزل الفتره اللي جايه، البتلو هيدخل السوق، وكمان هيكون في توفير مصدر رزق للفئات المحتاجه يكون ليها دخل ثابت ان شاء الله. زي ما احنا عارفين انه الذكرى الخامسة لثورة 30 يوليو هتكون يوم السبت الجاي، وعلشان كده قررت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الجمهورية للدرجة القصوى لتأمين احتفالات الشعب بالذكرى الخامسة لذكرى ثورة 30 يونيو. وكانت خطة الوزارة لتأمين الاحتفالات نشر 2951 سيارة مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق والميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة لعشر لانشات إسعاف نهري وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، وإلغاء كافة الأجازات للفريق الطبي وزيادة المحاليل والأدوية الخاصة بمستشفيات الطوارئ، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان الوزارة، وده بداية من بكرة الجمعة 29 يونيو وحتى يوم الاثنين المقبل.
احنا عارفين طبعا انه ثورة 30 يونيو من الثورات اللي انقذتنا من مخاطر كتيرة جدا، من استحواذ جماعة الإخوان المسلمين على الحكم. احنا كنا شايفين الوضع ازاي كان عامل أثناء الحكم بتاعهم، و 30/6 أنقذتنا من الورطة اللي احنا كنا واقعين فيها. وأكيد انه 30/6 من المواعيد أو من الأيام المهمة جدا في التاريخ المصري اللي هيقف عندها طويلا، لأنه الحقيقة كان يوم أبهر العالم كله بكمية المصريين اللي نزلت، بملايين الملايين اللي كانت مغطية الشوارع. أعتقد أنه 30/6 من الأيام الصعب جدا أنها تتمحي من التاريخ. طالب اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بعدم دفع أي زيادة في تعريفة المواصلات المقررة، وأنه في حالة إصرار أي سائق على الزيادة دون مبررات يقوم المواطن بالإبلاغ على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، إضافة إلى تلقي الشكاوى على خدمة واتساب على رقم 012-816-6188-0. خلينا نعرف أكتر تفاصيل مع الدكتور راضي عبد المعطي وهو معانا على التليفون حاليا. مساء الخير يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. النهاردة أنتوا بتقولوا أنه بتحسوا أو بتشجعوا المواطنين على الإبلاغ على أي زيادة وسائل مواصلات غير مقررة، صحيح كده؟ لا، وبالفعل طبعا احنا هناك إجراءات بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية لتحقيق ضبط السوق والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة اللي صدرت من السادة المحافظين، واللي بتراعي وبتضع ضوابط معينة طبقا للمسافات ولخط السير للتأكد من الالتزام بالتعريفة، وتوعية المواطنين بعدم الاصطياغ لأي زيادة يقررها السائق أو يفرضها أكثر من التعريفة المحددة. البعض اللي يستغل إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي بتتخذها الدولة، الإجراءات الضرورية للإصلاح الاقتصادي، سيضع نفسه تحت طائلة القانون، يتم المحاسبة من خلال تنفيذ القانون بكل قوة ودقة لتحقيق صالح المواطن في الشارع. طيب دلوقتي انا يعني هنخلينا نتكلم مع حضرتك بصراحة اكتر. انت عارف طبعا انه سائقي الاجرة بيستغلوا هذه الامور في رفع الزيادة اللي يمكن اكتر من 100% ويمكن اكتر من الزيادة المقررة بكتير. هنا الدور الرقابي ازاي لما المواطن دلوقتي هيبلغ، يعني هتصل بيك انا على الرقم اللي موجود دلوقتي على الشاشة، هتعمله ايه؟ هقول ايه؟ هقول ان انا هناك اليات عديده للتواصل، من حتى احنا ما بننتظرش لما المواطن يشتكي او في الشارع، احنا متواجدين نزلنا الشارع بالتنسيق مع، وهذا التوقيت يشهد تنسيق تام بين كل اجهزه الدوله المعنيه. احنا اتحركنا في المحافظات، الساده المحافظين اتحركوا، كل اجهزه الدوله الرقابيه اتحركت في اتجاه واحد للتاكيد على عدم استغلال اجراءات الاصلاح الاقتصادي في لصالح فئه معينه او عدم التزام السائقين بالتعريف. طيب لما نزلتوا على ارض الواقع ست اللواء طبعا، طيب هل لقيتوا اي مخالفات او في سائقين فعلا استغلت هذا الموضوع؟ طبعا في مخالفات، واي مخالفات بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه، واي شكاوى بتيجي من المواطنين بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه. الموقع الجهاز لتلقي مجلس الوزراء أطلق صفحة وموقع ورقم لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الشأن، في منظومة تلقي الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، في رقم الواتساب الخدمة الجديدة اللي احنا عملناها، في الرقم المختصر، في على الفيسبوك، كل الآليات المتاحة موجودة ان المواطن يتقدم بشكوى في أي وقت، أو حتى يشتكي لو هو في داخل محافظته. إدارات المرور عاملة الكلام ده في المواطن ان هو يشتكي في اسرع وقت، في تاكيد على السائق ان هو يضع التعريفه على بلاصق على الزجاج السياره الامامي، يبقى في اعلان ان سعر تعريفه الركوب في المسافه دي معروف بكذا. المواطن اللي يلاقي مخالفه يساعدنا ويبلغ، وبيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بالتنسيق بين كل اجهزه الدوله المعنيه.
طيب، واحنا طبعا الرقم موجود على الشاشه دلوقتي الخاص بتلقي الشكاوى للخط الساخن لجهاز حمايه المستهلك. احنا بنشكر حضرتك سياده اللواء دكتور راضي عبد المعطي، شكرا على وجودك معانا في صوت الناس. حقيقه انه لازم نكون ايجابيين يا جماعه، يعني انا اتمنى من كل قلبي انه اي مواطن يلاقي انه في حد عايز يستغله ما يسمحش بهذا الاستغلال، حتى لو كان نص جنيه، حتى لو كان ربع جنيه، لانه هو يقدر يدفعه لكن في غيره مش هيقدر يدفعه. السائق لو لقى انه طبعا احنا بنقول ان هم هيلتزموا بالتعريفة، الدنيا لما زادت هم لازم يزودوا بس في المقرر اللي الدولة حطاه، ما يبقاش عندهم بقى الجشع والطمع ان احنا زدنا فلازم هنزيد باكتر من الزيادة المقررة. الحقيقة انه كان في هذا الموضوع كمان في بوست على الفيسبوك انه واحد قرر ان هو يعترض على الزيادة الموجودة واللي اقرها سائق الميكروباص من نفسه كده، فبقية المواطنين لقوا انه في ناس بقت معاه وناس تانية، طب احنا عايزين نمشي، طب الوقت، طب لا، لازم نكون ايجابيين، لازم نساعده. يعني هو في النهاية قرر انه يقف عند اول كمين شرطة ويبلغهم انه السواق ده مزود التعريفة، وبالفعل الكمين وقف السواق واخد رخصه واجبره انه هو يدفع الناس التعريفة اللي مقرراها الدولة. إذن احنا لو اتحركنا هنلاقي نتيجة، بس احنا لو تكاسلنا وقلنا طب لا احنا عايزين نروح، طب معلش وهندفع، هنبقى عرضة للاستغلال ونرجع نشتكي تاني بعد كده. أرجوكوا يا جماعة كونوا إيجابيين، ما تسمحوش بحد ان هو يستغلكوا، كلنا عارفين ان الظروف صعبة فاحنا كلنا لازم نحاول نساعد بعض. النهاردة أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ارتفاع نسبة النجاح بالدبلومات الفنية 4% عن العام الماضي، مضيفا أنه الأغلبية من أوائل الدبلومات بنات بواقع 25 طالبة بما يعادل 75%. قال وزير التربية والتعليم أن الطالبة إلهام سعد إبراهيم من كفر الشيخ هي الحاصلة على المركز الأول بنسبة 99.83%، معتبرا اليوم هو احتفال بنتيجة التعليم الفني، موجها التهنئة للطلاب الناجحين خاصة 33 طالب من الأوائل. ألف مبروك ليهم طبعا، ونتمنى لهم كل التوفيق في مستقبلهم الدراسي الجامعي بإذن الله. طبعا تابعنا على مدار الشهور اللي فاتت مشكلة الطالب محمد عزت واللي تعرض للاعتداء في فبراير الماضي في شبهة عنصرية ونتج عن الاعتداء اللي حصل عاها وقطع أسفل العين وتكسر في الأسنان الأمامية. تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع والدة محمد معبرة عن مساندتها ليه وكامل دعمها للوصول لحق ابنها، كما تواصلت مع الطالب محمد عزت مؤكدة دعم الدولة له، وجاء ذلك عقب تلقي وزارة الهجرة رسالة استغاثة من والدة الطالب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك تنسيق مع وزارة الخارجية لمتابعة القضية وجاري الاتفاق مع محامي دولي وتكليفه بالوقوف على آخر تطورات الحادث ومناقشة الخطوات القانونية المفترض اتباعها والوصول إلى حق الطالب المصري. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل باقي أخبارنا مع حضراتكم، انتظرونا.